باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. جالنا سؤال، حد بيسأل عن مال الظلم، وأنا أجاوب على السؤال ده ببساطة شديدة جدا عشان نفهم إيه هو مال الظلم. هو المال اللي بين إيدينا حتى لو كانت مصادره أمينة وكسبناه بطريقة سليمة نتيجة أعمالنا ونتيجة وظائفنا أو تجارتنا أو أيا كان مصدر هذا المال، لكن ليه سميناه مال الظلم؟ ليه بنسمي الأموال اللي بين إيدينا إنها مال ظلم؟ أولا لأنها أموال هذا العالم الظالم الشرير مهما حصلنا عليها بطريقة حلال يعني. ثانيا إن بنلاحظ من حوالينا إن توزيع الأموال في العالم بطريقة ظالمة، ففي إنسان مثلا خمول لا يعمل وعنده أموال كتيرة جدا، والعكس في واحد بيأكد ويجتهد ويتعب وما لا يملك شيء. نمرة ثلاثة إن في هذا المال اللي بين إيدينا أحيانا الناس بتترك عبادة ربنا وتعبد هذا المال، وقال عليه الكتاب المقدس أصل كل الشرور الذي إذا ابتغاه أحد ضل عن الإيمان. واخدين بالكم؟ فهو سيد قاسي بيستعبد الناس. الحاجة الرابعة إن هو خداع، دايما يوهم الناس إن هو هيعطيهم السعادة لكنه ما بيديش السعادة. والحقيقة في الأصل يعني إن كل هذه الأموال هي ملك لله وإحنا وكلاء عليها، فلو أنا اعتبرتها إن هي ملك ليا وأصرف منها زي ما أنا عايز في رغباتي وفي احتياجاتي وفي طلباتي، فأبقى كأني ببذر أو بتصرف بدون وجه حق في أموال تخص الله. واخدين بالكم؟ فهي أموال تخص الله وأنا وكيل عليها، أنا يعني مسؤول عنها، هيش بتاعتي، فأنا لو تصرفت فيها كأنها ملكي فأنا بغتصب حق من حقوق الله. عشان كده ربنا بيدعونا دايما إن إحنا من وظائف الأموال اللي في إيدينا أولا إن إحنا نسعد بيها إحنا شخصيا يعني، ونمتع أنفسنا ونخدم بها أسرنا وعائلتنا وأقربنا، وأيضا نجود منها على المحتاجين والفقراء اللي هم ما لهمش مثلا مصدر للرزق أو للحياة، أو مش ما لهمش مثلا يجيبوا أكل أو يجيبوا لبس أو يصرفوا على أنفسنا. فدول هم دول اللي يشهدوا لنا في السماء ونسميهم إخوة الرب أو أصدقاء، دول يبقوا أصدقاء لينا، وهكذا تتحول أموالنا إلى أموال سماوية ويبقى لنا كنز في السماء، كأننا بنختزن في السماء كنوز حتى نغادر هذا العالم. ودي حكمة ربنا بيطلبها في الناس المؤمنين إن هم يصنعوا لهم أصدقاء سماويين نكسبهم بالأموال اللي في إيدينا ولا نبددها في ملذاتنا وفي شهواتنا. شكرا جزيلا.